السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار إن شاء الله نتكلموا على واحد النبات اللي هو في الحقيقة قاتل بالنسبة للأرانب. بغيت نحذركم منه في هذه الحلقة ونبين لكم يعني اسمه الفرق ما بين النباتات القاتلة والنباتات الصالحة. أول حاجة هو هذا النبات. لاحظوا أن كاين يعني النساء اللي كيمشيو للسوق كيكونوا عارفين الفرق ما بين القزبر ومعدنوس. أنا في هذه الحلقة جبت لكم القزبر ومعدنوس بجوج، يعني غادي نوريكم الفرق بيناتكم وشكون هو اللي قاتل بالنسبة للأرانب. يعني كونوا متأكدين بحال اللي راك عطيتكم السم للأرانب وهو القزبر ماشي المعدنوس. إذا نوريكم الفرق ما بين القزبر والمعدنوس. هانتوما كاين هذا، شوفوا هنايا هما راهم كيتشابهوا في القزبر والمعدنوس، ولكن شوفوا هنايا المؤخره ديال هذا الورق كتكون فيها بزاف ديال هنايا الشراشف. هنايا كنقولوا بحال الشراشف. هنايا كتكون هنايا بالنسبه للمعدنوس، شوفوا هانتوما ما فيش بزاف ديال الشراشف بحال هذا. شوفوا الفرق ما بين هذا، هانتوما شوفوا هذا الطرف هذا، يعني القوائم ديالو كتكون فيها بزاف ديال الشرابي. اما المعدنوس ما كيكونش فيه بزاف ديال الشراطي. لاحظوا راه كاين واحد الفرق، ها نتوما كاين هذا وكاين هذا. هذا سميتو القزبر وهذا المعدنوس. هذا القزبر قاتل وهذا نافع 100%. شوف سبحان الله، هاد النباتات اللي عطاهم لنا سيدي ربي. بالنسبه للقزبر، القزبر اللي هو هذا القزبر هذا كيقتل النباتات في المده ديال نقولوا واحد ربع ساعه صافي كيبدا الارنب كيغوت صافي ممكن انه يموت. اما بالنسبه يعني المعدنوس اللي هو هذا المعدنوس هذا راه كانكم عطيتو التفاف اللي هضرنا عليه في بعض الحلقات. هذا مهم يعني الانثى اللي يلاه ولدت كيدر الحليب بواحد الطريقه يعني مهوله سبحان الله. اذا الحلقه ديالنا هذا النهار هي النباتات اي حاجه حاره يعني في المذاق ديالها. عموما اي حاجه كتكون حاره في المذاق ديالها كتكون كتأذي بحال الورق ديال الخرشف او الخرشف براسو، القشور ديال القوق. دابا انا كنهضر كنحاول نجيب موضوع ديال الساعه، لان في الايامات كاين الحوايج ديال الربيع متاحه، يعني ملي كتشريو نتوما كتمشيو للسوق كتلقاو الحوايج ديال الربيع دخلت، لان وقت هذا. حاولوا انكم تعطيو الارانب ديالكم النباتات بواحد الطريقه يعني ماشي بزاف، يعني بكميات بسيطه، لان مزيان تا النباتات الخضراء راه مزيانه للارانب ولكن بكميات بساط. رانا القزبر والمعدنوس. القزبر والمعدنوس هذا القزبر ضار 100%، المعدنوس صالح 100%. القزبر يقتل الأرانب والمعدنوس كيدر الحليب. منين غير تشوفوا شي أنثى ولدت بغيتوا الصغار يطلعوا مزيانين وصحاح ممكن أنكم ديروا لهم أش قبطة بحال هذه، ماشي كاع ترميوها لها كاملة، مثلا هذه ديروا النص ديالها، هذه دابا حزمة كدير درهم، ممكن أنكم ديروها لها في يومين، كونوا متأكدين أن الحليب كيولي الشايط مدفق عندها تبارك الله، ماشي من القزبر ولكن المعدنوس. المعدنوس راه بلا شك أن العيالات راهم كيفرقوا ما بين القزبر والمعدنوس، كذلك المربون يعني بالنسبة للرجال خصهم يفرقوا ما بين القزبر والمعدنوس. يعني حتى الا بغيتو تعطيو شي يعني الحوايج اللي كيشيطوا عليكم حاولوا انكم تنقيو القزبر من القشور ديال الخضره. بغيتو تعطيو قشور ديال الخضره من لابد ما تكون معاهم شي شويه ولو غير واحد العريش ديال القزبر. القزبر الا مشى حتى داقو الارنب كونوا متاكدين انه سم قاتل. الناس اللي كيسولوا يعني سمو كيفاش غادي نعرفوا النباتات اللي غادي نعطيوهم الارانب، سهله. منين ترتقوا بحال هكا، هزوا واحد العرش بحال هكا وترتقوه هكا
وذوقوا هذاك الماء ديالو ذوقوه، هذا الماء اللي كيكون يخرج منه ذوقوه، الا لقيتوه حلو راه ما غاديش ادي، لقيتوه مر غادي اديهم صافي. هذه ببساطه يعني، وعموما الحوايج الحاره راه معروفه، مثلا الخرشوف راه حار، نجيبوا الكرومب، الكرومب حنا كناكلوه خضر وما كي ما كتجيناش شي حراره في فمنا، يعني المكور الكرومب كيقولوا الكرومب هذاك ما كتجيناش حراره في فمنا، كياكلوا الارانب يعني ما تخافش عليهم. الخص كذلك عباره ملي كتذوقوا كتلقاو فيه غير مياه، مياه ما هي حلوه ما هي حاره. الاشياء اللي كتدير الارانب وهي ملي تقردوا بحال دابا هذا راه القصبر، انا الا مشيت تقيس بلساني هذا الماء اللي كيخرج منه غادي نلقاه حار، يعني كياديهم 100%، ولكن هذا ماشي غير كياديهم راه كيقتلهم. حاولوا انكم يعني تفرزوا ما بين هذا القصبر ومعدنوس باش ما تعطيوش شي ولو عرش واحد من بحال هذا الشكل. انتم راه باين الفرق بيناتهم، هذا فيه الشراشف بزاف، هذا لا يعني في الاطراف ديالو. الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم يعني تعاملوا مع الارانب ديالكم بواحد الذكاء، يعني ملي تبقاو تقدموا لهم شي يعني اوراق ديال شي نباتات، حاولوا انكم تذوقوهم، ماشي غادي تذوقوهم ما تاكلوهم، ولكن غادي غير تقردوا العرش يعني بحال هكا تقردوهم وتذوقوا بلسانكم. لقيتوه حار ما تعطيولهمش، لقيتوه حلو عطيولهم، ماشي بالضروري انه يكون حلو، ممكن انه ما تلقاو فيه حتى مذاق بحال الماء، كيكون ما عندهمش المذاق هذاك حتى هو ما يأذيهمش، ما تخافوش منه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مهمه يعني القزبر ما تعطيوش الارانب ديالكم، حلقه مهمه بزاف. الناس مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا قناه غادي بالدعم ديالكم. كنطلب منكم انكم تسامحوني لان ما كنجاوبش لي كومونتير في هاد الايامات، كنت شويه مريض، كنعتذر منكم، ولكن ان شاء الله غادي نبدا نجاوب على لي كومونتير. واحد يومين ما جاوبتش على لي كومونتير، انا كنحاول نجاوب بصيغه رسميه يوميا، يعني يوميا كنجاوب على لي كومونتير، ولكن واحد اليومين راني فلتها، كنعتذر منكم. الناس اللي مازالكم ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.